لازم ماما. إذا دقيت لها هلا ما رح ترد. أصلا حكينا فوق واتفقنا. مش على سوا. شو قصدك؟ بدنا نعملها سيربريز. بس هيك عم تفرض علي شيء ما بدي إياه. كانت واضحة معي. بدها تضل لحالها. رح أزعلها أكثر هلا. فارس، هي هلا عم تراجع حياتها كلها. أنت ما تحمل حالك ذنب هالشيء. أصلا ما تعطى الهم هيدا الموضوع. هي رح تكون سهرة بنات وخالته رح تهتم بكل شيء. خالته؟ ييه، أنت وخليل نفس الرياكشن على فكرة. فارس، نايا اليوم أول نهار شغل وأنا كمان مشغولة، فمش رح نقدر نحن نهتم بهالموضوع. قلنا خالته هي بتهتم. بعدين ليش عم تلوموها؟ مش هي اللي نظمت الباتشلر؟ خلص ما تكبروا الموضوع. كلها سهرة منروح منتعشى منغير جو منتسلى، وأمك بتكون كمان غيرت جو. إن شاء الله. طيب. لازم ما تزعل. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا حبيبي، سنة حلوة يا جميل. عقبال المية. ضليك فوق راسنا. ما بتنسي شيء انت؟ جبت لك شغلة صغيرة من القصر. بذكر وقت أخذنا هيدي الصورة خليتي تكوني معنا لأنه ما كنت شايفتك من العيلة. شو كنت غلطانة؟